أهلا بكم في اقتصادكم، وفيما يلي أبرز المحطات التي نسلط الضوء عليها. المسؤولية المجتمعية للشركات هي المساهمة الاختيارية للشركة في التنمية، فما هي أهميتها للمجتمعات والاقتصاد؟ الحكومة الكويتية تخطط لرفع رواتب الموظفين، فكيف سينعكس ذلك على اقتصاد البلاد؟ ومع انطلاق موسم الرياض في عامه الثالث، كيف سينعكس الموسم على اقتصاد المدينة وقطاع السياحة؟ المسؤولية المجتمعية للشركات هي المساهمة الاختيارية للشركة أو المنشأة في التنمية المجتمعية من خلال تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فما هي أهمية هذه المسؤولية بالنسبة للمجتمعات والاقتصاد؟ نتابع معا. تعتبر المسؤولية المجتمعية للشركة هي المسؤولية التي تتحملها المنظمة تجاه الآثار الناتجة عن قراراتها وأفعالها على المجتمع والبيئة من خلال شفافيتها وسلوكها الأخلاقي المتسق مع التنمية المستدامة وسلامة المجتمع. ولأن هذه الشركات جزء من المجتمع وتحقق أرباحها من خلاله، فإن المسؤولية المجتمعية للشركات تعني أنها تعيد جزءا من هذه الأرباح إلى المجتمع عبر المساهمة في مشاريع بنية تحتية أو القيام بمبادرات تستهدف فائدة المجتمع في مجال عملها أو أي مجالات أخرى، فقط عبر تقديم فائدة المجتمع دون استهداف أي أرباح من هذه المبادرات. الاهتمام بمفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات بين المستثمرين وعامة الناس ازداد بشكل كبير خلال السنوات الماضية، والدليل على ذلك أن نسبة الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 الأمريكي والتي أصدرت تقارير عن مشاريعها المجتمعية بلغ 90% منهم عام 2019 مقابل 20% فقط في عام 2011. وفي بحث لكلية هارفارد للاقتصاد نشر في العام الماضي، أظهر 70% من الأمريكيين أنه من المهم جداً على الشركات أن تجعل العالم مكاناً أفضل، وأن 77% من المستهلكين الأمريكيين يقبلون على شراء المنتجات من الشركات التي تساهم بجعل العالم مكاناً أفضل. ومن جانب آخر، أظهر 73% من المستثمرين الأمريكيين أنهم يفضلون الاستثمار في الشركات التي تساهم في الحفاظ على البيئة وتدعم المشاريع المجتمعية. وبالنسبة للشركات، فقد أظهر استبيان لمجلة نيوزويك تم إجراؤه على 399 شركة أن شركة HP للتكنولوجيا تصدرت قائمة الشركات المعنية بالمسؤولية المجتمعية والبيئة خلال 2021، جاءت بعدها شركة إنفيديا وثالثاً شركة مايكروسوفت. لذلك تظهر الأهمية الكبرى لمبدأ المسؤولية المجتمعية للشركات، وهو ما دفع الخبراء لبلوغ حد أن الحكومات يجب أن تفرض على الشركات نسبة معينة للمساهمة في المشاريع المجتمعية وإرجاع جزء من أرباحها للمجتمع الذي عظم هذه الأرباح. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من دبي الخبير الاقتصادي أستاذ أحمد الخطيب. أهلا بكم معنا في اقتصادكم. عندما نتحدث أستاذ أحمد عن الأهمية التي تلعبها الشركات ودور هذه الشركات بالنسبة للمجتمع وأيضا المستهلكين، كيف ننظر اليوم إليها في مجتمعاتنا العربية؟ هل هناك فعلا تركيز على دور الشركات في خدمة المجتمع ليس فقط في خدمة أرباحها وأهدافها العملية؟ يعني هو في البداية أنه يجب أن نضع الأمور في إطارها العام الصحيح. يعني الشركات التي تستثمر وتحقق أرباحها بالنهاية بالبداية أصلاً يعني تساهم في التنمية، لأنه توظف وتشغل وتساهم في دورة الاقتصاد. ولكن موضوع المسؤولية المجتمعية هو يعني يأتي بشكل أنه لتوضيح فكرة أنه ترابط الأهداف وترابط المستهدفات التي لا تتعلق مباشرة بالربح، لأنه حتى الشركات التي تقوم بمساهمات مجتمعية معظمها إذا ما كانت كلها يعني تستهدف في النهاية يعني تلميع اسمها أو التسويق بشكل غير مباشر، وهذا ليس شيء سيء، يعني هذا شيء جيد إنه أن تكون الشركات يعني تدخل مباشرة في مبادرات مجتمعية سواء متعلقة بالبيئة أو حقوق بعض الأفراد في المجتمع أو
يعني مشاريع معينة تساهم فيها، يعني تجعل إنه الشركة بأعين الناس أو المستهلكين يعني إنه لديها نظرة أخرى غير فقط الربح. لنوضح قليلا، ما أبرز المساهمات التي يمكن أن تقوم بها الشركات على صعيد التنمية وعلى صعيد يعني الأمور التي تعتبر مهمة للمجتمع أو للبيئة التي هي موجودة ومتواجدة فيها تستفيد منها وتفيدها؟ يعني بنشوف كثير مبادرات مختلفة، يعني بعض منها مثلا يتعلق بالتعليم، إنه عن طريق توفير مثلا بعثات معينة أو توفير مراكز معينة للتدريب الشباب للحصول على وظائف، أو إنشاء مشاريع متعلقة بحسب يعني الفترة الزمنية، يعني لما يكون في مواضيع بيئية معينة مثلا تتعلق بالتلوث أو غيره. بنشوف بعض الشركات التي تعمل في مجالات قريبة منها تأخذ مبادرات لتخفيف مثلا الأثر أو الانتقاد الذي ممكن أن تتعرض له، هاي بنشوفها كثير مثلا في أمريكا وأوروبا، فتأتي على أشكال مختلفة يعني حسب الفترة حسب الحاجة حسب استراتيجية الشركة كيف تريد أن تتمركز يعني بأعين الناس. يعني اليوم قضايا المناخ شغل شاغل للعالم ككل، التغير المناخي أيضا، وهناك مطالبات حثيثة من الشركات من المؤسسات الدولية أن يكون هناك تركيز على هذا الموضوع وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. هل تطبق الشركات برأيكم وتكلفة هذا الموضوع على الشركات؟ نعم، هلأ موضوع التغير المناخ والبيئة بشكل عام في كثير من الصناعات يفرض على الشركات التي تعمل في صناعات تؤثر على المناخ أو على البيئة أن تقوم باستثمارات معينة للتخفيف من ذلك، لا تأتي فقط تحت يعني مسؤولية مجتمعية، ولكن بعض الشركات تأخذ يعني خطوة أبعد من ذلك. أكيد هناك كلفة، لأنه والشركات مستعدة أن تتحمل تلك التكاليف، لأنه لا تريد أن تصل الأمور إلى مرحلة أنه تعيق يعني الشغل تبعها بسبب أنه هناك تنامي في الانتقادات للصناعة اللي هي فيها. فكثير من الشركات تصرف الكثير من الأموال ومستعدة لتحمل تلك التكاليف في سبيل يعني أنه موازنة النظرة لهذه الصناعات بشكل غير مضر لها ولأرباحها، والموازنة بين أرباحها وأهدافها الربحية وبين دورة أو أيضا سمعتها والبراند نيم تبعها، كيف تكون النظرة له بالمجتمع. اليوم أيضا هذا الموضوع يخدم حتى الشركات في جذب الاستثمارات إليها، وببعض الإحصاءات كما تابعنا بالتقرير منذ قليل وبالولايات المتحدة ينظر كثيرا المستثمر إلى سمعة الشركة قبل وضع طبعا الأموال فيها كما في أي مكان آخر بالعالم. إلى أي حد ترى أن شركات في منطقتنا في الدول العربية تركز أيضا على هذا الموضوع، على هذه الاستراتيجية اللي ممكن تكون ضمن الماركتينج بنفس الوقت ضمن أيضا الأخلاقيات المجتمعية؟ الحقيقة يعني بالبلاد العربية ما فينا نشمل كل البلاد العربية مع بعض، ولكن في بعض البلاد العربية هي بشكل عام متأخرة عن المتطلبات بالعالم، ولكن هناك في بعض البلاد العربية مثلا مثل الإمارات مثل السعودية دول الخليج تحديدا هناك يعني مبادرات متقدمة في هذا الإطار، وبدأنا نرى بعض يعني العمل في هذا الاتجاه. ولكن أكيد نعم، المستثمر اللي عم يستثمر في الشركات للمدى الطويل بدأ يبحث، يعني المستثمرين بشكل عام تبحث عن مدى التزام الشركة بهذه الأمور، لأنه أصبح الموضوع يعني يتعلق بالقدرة أو الاستدامة في المستقبل على القيام بأنشطة معينة. فالشركات اللي عم تأخذ هذه المبادرات بشكل مبكر يعني إلها يعني وضع أفضل في أعين المستثمرين لما تقارن مع شركات أخرى، وأعتقد أنه سنرى المزيد من ذلك في منطقتنا يعني في الأيام. ذكرت منذ قليل موضوع التعليم، تحدثنا عن البيئة، ما هي أيضا العناوين الأساسية التي يمكن أيضا أن تعتمدها الشركات بهذه الاستراتيجية المعتمدة على الاهتمام بالقضايا المجتمعية والتنمية؟ يعني مثل ما كنت عم بقول إنه بحسب المنطقة بحسب الوقت وحسب القضايا التي يعني عليها طلب، يعني التعليم مثل ما حكينا، البيئة دائما موجودة، التوظيف أو دعم المرأة مثلا، أو دعم الفئات الأقل حظا مثلا أو المحتاجين، نرى فيها يعني دائما مبادرات من عديد شركات.
شكرا جزيلا لوجودكم معنا من دبي الخبير الاقتصادي أستاذ أحمد الخطيب. شكرا. فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال ملفاتنا الأخرى في اقتصادكم، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد إلى اقتصادكم، ونتابع مع الملف الثاني. تتوجه الكويت ضمن برنامج عمل الحكومة نحو زيادة رواتب 6 فئات وظيفية. هذه الزيادة تأتي بغرض مواكبة ارتفاع معدلات التضخم أولا، وتحقيق العدالة الوظيفية في الرواتب للجميع. تتوجه الكويت ضمن برنامج عمل الحكومة نحو زيادة رواتب 6 فئات وظيفية. هذه الزيادة تأتي بغرض مواكبة ارتفاع معدلات التضخم أولا، وتحقيق العدالة الوظيفية في الرواتب للجميع. الحكومة الكويتية لديها إصرار على تمرير مشروع زيادة الرواتب عبر مطالبتها مجلس الأمة الكويتي بتسريع إقرار المقترح بعد تقديمه، ويشمل المقترح تحقيق العدالة في الرواتب بين أصحاب المؤهلات الواحدة وزيادة رواتب أصحاب الظروف المعيشية الصعبة، وكذلك المتقاعدون الذين تقل رواتبهم عن 3000 دولار شهريا، بالإضافة إلى زيادة رواتب الأرامل والمطلقات وربات البيوت، على أمل أن يساهم هذا المقترح في الموازنة بين رفاهية المواطن والخطط الإصلاحية الاقتصادية للبلاد. هي إيجابية، تعتبر تواكب الغلاء الحاصل في الأسواق، تواكب التضخم اللي حاصل دوليا، كذلك مع الخطوات اللي أخذها البنك المركزي في رفع الفائدة بشكل محكم، كذلك تساعد المواطن في أن اليوم تتحرك الأسواق بالسيولة الموجودة لدى المواطن، بحيث أنه ما تكون هناك يعني تجفيف لجيب المواطن مدخراته. المطالبات بتطبيق عدالة الرواتب في الكويت ليست بجديدة، فبدايتها تعود لأكثر من عقد من الزمن، قامت فيه العديد من النقابات وموظفي الحكومة ببعض التحركات والاعتصامات، مطالبين بزيادة رواتبهم ومقارنتها بسوق العمل. الشارع الكويتي اليوم يترقب طرح هذا القانون في جلسات مجلس الأمة القادمة، كما وعد وزير المالية الكويتي، على أمل أن تشمل عملية تعديل الأوضاع وزيادة الرواتب الفئات المستحقة. خالد كب، سكاي نيوز عربية، الكويت. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الباحث الاقتصادي أستاذ محمد رمضان. أهلا بكم معنا أستاذ رمضان، وبداية دعنا أكثر في تفاصيل آلية زيادة الرواتب والمعايير التي سيتم اعتمادها. شكرا استضافة. أولا، المشروع هو حسب تصريحات وزير المالية هو يشير إلى مشروع زيادة الرواتب القديم اللي تم تقديمه قبل ما يقارب 7 أو 8 سنوات. هذا المشروع تم رفضه من قبل مجلس الأمة لأن دخلت فيه إشكالية وهي تطبيقه على القطاع النفطي، وبالتالي حصلت إضرابات في القطاع النفطي وتم التراجع عن المشروع بالكامل. اليوم نسمع مرة ثانية كلام عن إعادة نفس هذا المشروع، قد لا يكون بالشكل السابق، وربما يكون فقط مشروع زيادة رواتب بشكل مختلف. ننتظر المشروع اللي يقدم ومن ثم نحكم تفاصيله. في المشروع السابق اللي تم تقديمه، الدراسة اللي انعملت على أساسها افترضت تحقيق وفر في ميزانية بناء على زيادات في الرواتب اللي حصلت بين 2010 و2012، وهذه الزيادات كانت استثنائية ولم تتكرر إلى الآن، وبالتالي الفرضيات المبنية عليها الدراسة لهذا المشروع السابق هي فرضيات خاطئة أثبتتها الأيام كما نشوف. نعم. يعني بالنسبة لهذا المشروع، ما هي أهم إيجابياته في عملية زيادة الرواتب؟ كيف يواكب التضخم ويساعد على مواجهته؟ المشروع كان يزيد رواتب الفئة اللي رواتبها منخفضة، والفئة اللي رواتبها عالية الموظفين الجدد على نفس هذه الفئة تخفض رواتبهم، تحقيق مساواة أكثر في بين الرواتب للجهات الحكومية. ولكن المشكلة تأتي فين؟ إن في عندنا جهات حكومية تعتبر جسر كفاءة، بحاجة تكون بها مميزات هي حتى تجذب رواتب معينة. هذا المشروع كان راح يلغي هذه
نعم، هل تتوقعون أن شكل المشروع الجديد سيراعي هذه النقاط التي كانت محط خلاف سابقا؟ مو واضح إلى الآن، ليس هناك يعني تفصيل واضح، وإن كان هناك تفصيل واضح سنبدأ في التحرك لبيان عيوبه يعني وكذلك مميزات. متى تتوقعون أن تتضح الصورة أن يتم تقديم المشروع فعليا؟ خلال الأسابيع القادمة القليلة يعني، ما في هناك أي تأخير، الميزانية تم إقرارها من قبل مجلس الأمة، وبالتالي ليس هناك ما يدعو للتأخير أبدا في هذه الإجراءات. في الأسابيع القليلة القادمة نتوقع إن شاء الله الحكومة تقدم. وما هو الأثر على حجم الإنفاق الحكومي وعلى الميزانية برأيكم؟ ماذا تتوقعون على هذا الصعيد؟ أكيد راح يكون مرهق للميزانية بشكل كبير، ولكن احنا نبي تكون هناك فائدة. تقدمت أنا أكثر مرة باقتراح كما حصل في 2008، الحكومة لديها علاوة خاصة تصرف للمتقاعدين ولموظفي الحكومة ولموظفي القطاع الخاص، اسمها علاوة غلاء المعيشة. اليوم احنا بحاجة لزيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ ثابت، تكون هذه الزيادة بنسبة كبيرة لرواتبهم منخفضة لأصحاب الرواتب المنخفضة، وتكون بنسبة قليلة لأصحاب الدخول العالية أو الرواتب العالية، وبالتالي تحقق نوع من المواكبة للتضخم بدون التأثير على الفروقات. وما الانعكاسات التي قد تنتج على اقتصاد البلاد ككل؟ هل سترى الكويت انعكاسات ملموسة على هذا الصعيد؟ أكيد اقتصاديا احنا قاعد نتكلم، كل ما زدنا الأموال عند المواطنين وموظفي الدولة في النهاية راح ينعكس هذا على نشاط اقتصادي مختلف، راح نشوف المتاجر تنتعش أكثر، المشاريع الخاصة مشاريع القطاع الخاص ممكن تنتعش أكثر، ولكن الحكومة أو الدولة ستخسر أموال قد لا يكون تم توجيهها بالطريق الصحيح للتنمية الاقتصادية. احنا بانتظار مشاريع تنموية كبيرة بحاجة إلى إنفاق رأس مالي ضخم، هذه المشاريع لو تم تنفيذها بشكل جيد ممكن تنعكس بشكل إيجابي أكثر على الاقتصاد العام في الكويت. شكرا جزيلا لوجودكم معنا من الكويت، الباحث الاقتصادي أستاذ محمد رمضان. وننتقل للموضوع الثالث، فللموسم الثالث على التوالي تفتح مدينة الرياض أبوابها للسياح من كل مكان في العالم لتحجز لنفسها مقعدا بين أهم الوجهات السياحية في المنطقة. التقرير التالي يأخذنا إلى أجواء موسم الرياض، نتابع. موسم الرياض أضحى موعدا يستقطب السياح والمواطنين، فقد قصده خلال الموسم المنصرم أكثر من 15 بليون زائر أتوا من 132 دولة. نعم إنه الأمر جميل، السعودية تشهد تطورا كبيرا، ومن الرائع أن نرى الناس تذهب للتنزه وقضاء وقت ممتع في المساء في مختلف الفعاليات. هناك جملة من التغييرات الجذرية اللي حصلت في المملكة، في اعتقادي الشخصي ووجهة نظر اليوم أنا هي جزء من الخيال، هي صارت الخيال كله اليوم، عطت طابع ومعنى آخر لمعنى السياحة الخليجية أو السياحة العائلية في المملكة العربية السعودية. اليوم احنا من مملكة البحرين نشارككم هذا الانفتاح، واحنا سعيدين جدا بهذا التواجد، واحنا اليوم فعلا انبهرنا. وفي المقابل يسعى قطاع السياحة إلى أن يساهم في الناتج المحلي للدولة بنسبة تتجاوز 4%، وهو ما قد يخلق أكثر من 400 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى تحريك القطاعات لعدد من الخدمات الأخرى. موسم الرياض أو المواسم المختلفة في المملكة العربية السعودية ركزت على عنصر رئيس اللي هو رفع جودة الحياة من خلال منظومة الترفيه، وبالتالي سلاسل الإمداد والصناعة نفسها بدأت يعني تتطور بشكل كبير بما فيها تعزيز المحتوى المحلي وأيضا الابتكارات والصناعات. وتشير الإحصاءات إلى أن هناك زيادة في معدل الإنفاق الأسرة السعودية على الترفيه، حيث تراوحت ما بين 62%. أكثر من مليوني زائر من كافة أنحاء العالم فقط في الأسابيع الأولى من افتتاح الموسم،
والسبب يعزوه الكثيرون للفعاليات المتنوعة التي ركزت على تقديم الترفيه للزوار. علي الشريف، سكاي نيوز عربية، الرياض. إلى هنا نصل لنهاية هذه الحلقة من اقتصادكم، موعدكم مع حلقة أخرى وقضايا جديدة الأسبوع المقبل. دمتم بأمان الله.